بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الأسبوع الرابع من شهر كياك، وإنجيل الأحد الرابع في شهر كياك بيدور حوالين ميلاد يوحنا المعمدان وختانه. ويبتدي الإنجيل بقوله: وأما أليصابات تمت زمانها لتلد فولدت ابنا. هنا تمتعت أليصابات بحنان ربنا ونعمته اللي هو يوحنا المعمدان في أحشائها، وامتلأت بالروح القدس، وده تم عمليا بظهور الطفل يوحنا في الزمان المحدد وفرح قلوب الكثيرين وكان سبب بهجة. وده بيعلمنا ان احنا نترجم كل ما نحمله في داخلنا من نعم إلهية الى ثمر خارجي، ان احنا نفرح ونفرح كل من هم حولنا بعمل الله معانا. لما تولد يوحنا المعمدان المحيطين حبوا يسموه زكريا على اسم والده، لكن امه أليصابات اللي امتلأت من الروح القدس قالت لا، بل نسميه يوحنا. الحاجة العجيبة ان زكريا ابوه كان صامتا، طلب لوح وكتب عليه يوحنا دون اتفاق سابق بين الطرفين يعني. ودي بتورينا إرادة ربنا، لما بتكون إرادة ربنا تريد بشيء هام جدا بيحصل اتفاق أو بيحصل توافق أو تلاقي حتى بدون أن يكون هناك اتفاق سابق. وهنا بنشعر أن ربنا له إرادة وسمح بالتفكير بالعمل والتفكير في هذا الأمر، لأن هنا من انسجام أليصابات مع زكريا عشان يسموا ابنهم بنفس الاسم. فإذا كان أليصابات تشير للجسد وزكريا يشير للنفس، فالاثنين بيعملوا برأي واحد مقدس. بعد هذا الأمر انفتح لسان زكريا من الصمت وتكلم. يقول: وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبل اليهودية. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. هنا بقى زكريا لما تمتع بعطية ربنا اللي هو يوحنا، وزي من ملاك ما قال له، انفتح فمه. ولما انفتح فمه أول حاجة عملها إن هو مجد الله وسبح اسم الله. وده درس احنا نتعلمه، ان لما نشوف نحس بعمل ربنا معانا اول حاجة نعملها ان احنا نبارك الرب، لا بكلمات بشرية ولكن بقوة، عشان يبقى خوف الله موجود على كل من هو حولنا. وهكذا لما نتلامس مع عمل الله بنمتلئ بالفرح والبهجة، وحياتنا كلها بتتحول إلى فم يسبح الله داخليا وخارجيا. كان ميلاد يوحنا الحقيقة كان كرازة بعمل الله، بدأت في غموض، لكن يد الرب اللي هو الابن الكلمة صار مرافقا يسنده وينطلق به إلى البرية، وهناك يعوله ويهتم به لحد ما ظهر لإسرائيل في الزمان المحدد. الجزء الثاني من العظة بيتكلم على نبوءة زكريا. امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ. إيه بقى كانت نبوءة زكريا؟ نقراها مع بعض. مبارك الرب إله إسرائيل، افتقد وصنع فداء للشعب، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه الذين من الدهر. النبوءة بتاعت زكريا هنا بتنقسم إلى قسمين: حاجة تخص السيد المسيح، وحاجة تخص ابنه يوحنا المعمدان وظهوره وعمله وخدمته. الأول بيتكلم على المخلص كأنه قائم وموجود فعلا، وبعد كده ابتدى يتكلم على ابنه يوحنا. فلما اتكلم عن السيد المسيح اتكلم على أنه هو قرن. كلمة قرن هنا تشير إلى القوة وإلى السلطان، والسيد المسيح جه من بيت داود الملك، والملك داود يشير للقوة، قوة الآب العظيمة اللي هو مخلصنا القدير. وبعدين هذا المخلص اتكلم عليه الخلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا،
ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. السيد المسيح له المجد، هو الرحمة وهو العدل، لأن احنا من خلاله نلنا رحمة وتبررنا، لأنه محى خطايانا بالإيمان به. هنا بقى السيد المسيح مجيئه أفاد الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب بغفران الله لهم، لأن هؤلاء الآباء اللي تنبأوا عن مجيء المسيح وفرحوا بمجيئه لم يستفيدوا إلا لما جه المخلص بطريقة معجزية وأتم الخلاص. فمجيء هذا المخلص أعلن الرحمة، رحمة الله مع الآباء، وحقق المواعيد اللي كانوا منتظرينها، وظهر ده بوضوح في أيام إبراهيم اللي دخل مع ربنا في عهد مقدس. وعشان كده زكريا بيقول القسم الذي حلف الله لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. القسم ده اللي جه في سفر التكوين في إصحاح 22 لما إبراهيم كان بيقدم ابن إسحاق ذبيحة حسب طلب ربنا، وخد إسحاق وربطه وحطه على المذبح وأجهز النار والسكين وكل حاجة، وصوت ربنا ناداه وقال له ما تمسش ابنك، وعاد إسحاق حيا وفداه ربنا بكبش وذبح عوضا عنه. بعد كده ربنا كلم إبراهيم وقال له بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك وباركك مباركة أكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه. الوعد ده اللي إبراهيم خده من ربنا، هذا الوعد تحقق بمجيء السيد المسيح للمجد. الجزء الأولاني إنه هو هيهزم أعدائه، أعداء الروحيين طبعا هي قوات الظلمة، والسيد المسيح كسر شوكة الشيطان وكل قوات الظلمة. الجزء الثاني إن دخلنا في الميراث، نعبد الرب بقداسة وبر، يعني نحمل طبيعة جديدة في حياتنا. ده كان الجزء الأولاني عن السيد المسيح. الجزء الثاني في النبوءة اللي عن يوحنا المعمدان، لما ابتدى يتكلم عن يوحنا المعمدان قال وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، يعني هو قدام طفل صغير مولود ويقول له أنه هيبقى نبي، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، تعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. هنا أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، نبي العلي هنا المسيح هو العلي، ويوحنا هو النبي يتقدم أمام المسيح بميلاده وبعمله أيضا، كان يوحنا يسبق المسيح بستة أشهر، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. وعايز أقف على الحتة دي كتير قوي، ليه؟ لأن يوحنا كان نورا ساطعا في وسط اليهودية، يذكرنا بالمزمور اللي بيقوله رتبت سراجا لمسيحي. وفي شريعة موسى كان في خيمة الاجتماع في أحد المصابيح يضاء كرمز ليوحنا. اللي حصل إن اليهود لما جه يوحنا اتجمعوا حواليه فترة، وبعد كده سابوه تركوه وبذلوا وسعهم إنهم يطفئوا هذا السراج. فعشان كده المسيح لما اتكلم على يوحنا قال لهم كلمة قوية جدا، قال يوحنا كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وفعلا ده اللي حصل، فرحوا بيوحنا فترة صغيرة وبعد كده انفضوا من حوله. وبعدين يختم هذه العظة الجميلة يقول لهم لكي يهدي أقدامنا في طريق
السلام. وفعلا العالم في الوقت ده كان يتخبط في الظلام الحالك الفاضح، وسحابة الجهل كانت تمنع جمهور الناس من ان هم يؤمنوا بالمسيح الإله الفادي، إله الحق والعدل، اللي ظهر للإسرائيليين كالنور وكالشمس يشبع قلوبهم وحياتهم. زكريا هنا بيوجه الكلام لطفل، ولكنه كان يعلم بروح النبوة ان هو ده النبي اللي هيظهر، هيعيش في البرية وبعد كده هيظهر لإسرائيل. وفعلا كان لن يتمتع بوجوده. وبعد كده بيقول وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. فعلا يوحنا عاش بقية حياته في البرية، كان رجل البرية لحد ما كمل 30 سنة وظهر لإسرائيل وابتدأ رسالته يمهد لمجيء السيد المسيح. وزي ما قال عنه المسيح أنه أعظم مواليد النساء وحظى بتربية ممتازة جدا. ويظن البعض أن دي مبالغة بتوجيه الحديث ده إلى طفل عنده 8 أيام، لكن لا نتعجب أن يوحنا ده كان طفل المعجزات. إذا كان لما سمع صوت مريم قبل وهو لسه جنين صغير كده ارتقد بابتهاج فرحانا فرحا بزيارة العذراء وسجودا لشخص السيد المسيح الحل في بطن السيدة العذراء، فهو نبي من طفولته، من وهو جنين كانت له أذان الأنبياء يسمع ويسمع لروح الله ويخضع لعمل الله في حياته، فكان قادرا على الفهم والاستجابة وهو مازال طفل صغير. يبارك الرب في حياتكم. لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد.